على كل ذكرنا أنه الصورة إيجابية بالأسواق العالمية والسوق، والمستثمرون يحتسبون أن الفيدرالي انتهى من عملية التجديد أو رفع أسعار الفائدة. لما لا أسأل ضيفي الذي ينضم إلي مباشرة من عمان، أحمد عزام، وهو المحلل المالي الأول في مجموعة إكويتي. أحمد، شكرا لانضمامك لنا هذا الصباح بنبض السوق من العربية بزنس. وسؤالي لك، هل كل العوامل تشير إلى انتهاء الفد من رفع أسعار الفائدة؟ صباح الخير فاطمة، شكرا للاستضافة. نعم، عندما ننظر إلى الأرقام الأخيرة، على ما أعتقد أرقام الوظائف الأمريكية قد دفعت المستثمرين لاحتساب إمكانية التوقف، لا بل بدأت تساعد إمكانية تخفيض أسعار الفائدة في شهر سبتمبر. على ما أعتقد فاطمة هناك تسرع قد يكون باحتساب إمكانية التوقف وإمكانية تخفيض أسعار الفائدة نظرا لأرقام الاقتصادية الأخرى. النمو الاقتصادي على ما أعتقد عند 4.9%، لا يزال رقم كبير جدا. الاقتصاد مرن في الولايات المتحدة الأمريكية، قد يحتاج إمكانية عمليات رفع أسعار فائدة أخرى. فيما لو نظرنا أيضا إلى أرقام التضخم، على ما أعتقد أرقام التضخم لا تزال مرتفعة قرابة 4%، فبعيدة كل البعد عن مستهدف الفيدرالي الأمريكي من ناحية. من ناحية أخرى، فيما لو ارتفعت مرونة الاقتصاد، فأرقام التضخم قد تسجل ارتفاعات في الفترة القادمة. حتى لو نظرنا إلى التضخم الأساسي، لا يزال بعيد كل البعد عن مستهدفات الفيدرالي الأمريكي. فبالتالي البيانات الاقتصادية على ما أعتقد فاطمة لا تزال تدفع الفيدرالي الأمريكي إلى إمكانية التجديد. هنا اختلاف واضح بين توقعات الفيدرالي الأمريكي وتوقعات الأسواق. على ما أعتقد هذه المرة قد يكون الفيدرالي الأمريكي صحيح ويتجه بطريقة صحيحة، يعرف كيف يعني الأرقام الاقتصادية قد تدعم المرونة الاقتصادية مع عنادة التضخم، قد تكون واجبة جدا للاستمرار بفوائد مرتفعة لفترة زمنية أطول مما تتوقع الأسواق. من ناحية أخرى، على ما أعتقد أن على طاولة الفيدرالي الأمريكي قد يكون رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس مع بداية عام 2024، فيما لو نظرنا عن مكونات التضخم التي قد تدفع الأرقام لتسجيل ارتفاعات. الخدمات على ما أعتقد فاطمة لا تزال تسجل ارتفاعات في الفترة الماضية، فقد تكون دافع أساسي لارتفاع التضخم. فعلى ما أعتقد مع أنه أحمد إذا وقفنا عند هالنقطة اللي شفناه في الأرقام مع صدور أرقام الأنيمبلويمنت يوم الجمعة، كان في تباطؤ في نمو الأجور أو الرواتب، وهذا إذا ما وضعناه في نطاق التضخم دائما في كوريليشن ما بين الاثنين متوازية تقريبا. كل ما كان في تباطؤ في ارتفاع الأجور أو نمو الأجور، التضخم بيصير تراجع. ولو شفنا التشارت منذ بداية حسب بداية السياسة التجديدية، بنشوف أنه هم نازلين مع بعض، وبالتالي هذا بيعطي إشارة أنه واحد الفيد نجح في احتواء التضخم ويصل تدريجيا الأرقام المستهدفة، واثنين أنه لربما هذه الأرقام تجعل الفيدرالي واثق من أنه يتوقف عن رفع الفائدة. على كل السوق أيضا الآن نسبة أنه لن يرفع الفائدة زادت إلى 80% تقريبا. سؤالي الآن، خلينا نتحدث عن الدولار بشكل رئيسي. الدولار ليست فقط قصة أمريكية، هي عملة يتم التداول بها عالميا، وبالتالي هل يمكن أن نقول أنه كل العوامل تثبت أنه الآن بدأنا نرى ضعف على الدولار؟ نعم فاطمة، بس بالنسبة لأرقام الوظائف الأمريكية، نعم بكل تأكيد هي عم تعمل مودريتنج اعتدال، لكن بالتأكيد هو لاجينج انديكيتر، هو مؤشر متأخر بعض الشيء. 5.5% رفع أسعار الفوائد مع الكولينج اللي حصل أو التبريد اللي حصل على أرقام الوظائف الأمريكية، على ما أعتقد لا يزال الفيدرال الأمريكي الحاجة لمتابعة الأرقام الاقتصادية في الفترة القادمة. نعم الدولار الأمريكي هي حكاية، أنا أعتقد حكاية عالمية بكل تأكيد كما ذكرت فاطمة، لكن عندما ننظر إلى الإمكانية تجديد أسعار الفائدة، على ما أعتقد قد يكون هناك دايفرجنس في الفترة الماضية. قد يكون من سيخفض أسعار الفائدة في الفترة القادمة أولا. على ما أعتقد السؤال هنا أو الإجابة هنا سوف نمر فيها، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون هي المتأخرة بتخفيض أسعار الفائدة، فيما لو قارنا النمو الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصادات الكبرى بالتحديد هنا المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عند نمو مسطح قريب من 0%. فعلى ما أعتقد الهارد لاندينج سوف يكون للدول الأخرى، قد يصل الولايات المتحدة الأمريكية بالسوفت لاندينج، خاصة بأن النمو الاقتصادي ممتاز جدا، الاقتصاد مرن كما ذكرت قبل قليل. نعم. فبالتالي
تخفيض أسعار الفوائد قد يكون في الاتحاد الأوروبي أولاً والمملكة المتحدة ثم الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي قد يعطي دافع للدولار الأمريكي في عام 2024 لتسجيل ارتفاعات أخرى. نعم. فبالتالي الدولار الأمريكي قد يكون هو الأفضل في عام 2024. أحمد عزام، شكراً جزيلاً لك.